الله عليكم خوتي خواتاتي، جيت لكم بواحد الفرحة باش تفرحوا معايا، وأمنتم بغيت نرد على شي إخوان يعني في هاد المواقع الزرقاء والمواقع السوشيال ميديا. جيت باش نقول لكم أنا غادي نتزوج إن شاء الله بإذن الله. إذا دوك الناس اللي شافوني من بعد ما طلقت، وما عمري ما كنت نبين راسي، كنت نبين راسي غير هنايا وما تنبينش راسي، انا تنبين غير يديا وهنا. اذا انا جيت باش نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، صحاب الانستغرام فيسبوك وواتساب، وهذوك اللي يدخلوا عندي في الواتساب دغيا نتا عرفتش ملي تدبروا على النمره ديالي، واصحاب فيسبوك انستغرام واتساب واليوتيوب. الله يخليكم. انا راه ماشي شي وحده، تتشوفوا لا سيتياسيون ديالي، انا مستقره الحمد لله، انني انا بنيت راسي بيديا. ثاني حاجه منين جيت لهاد البلاد ماشي جيت خدمت عليها في المغرب، يعني ماشي جيت من الصباح فقط ولقيت راسي هنا ولقيت معجزه، لا، حتى منين جيت لهنا راه تعبت عليها. غير انا ربي طيحني في ولاد الناس وعاونوني كثر. ثانيا غادي ندخل لكم في القضيه، انا عندي في حياتي الايجابيات والسلبيات. الايجابيات ربي عيش ليا جداتي باش عيشاتني والحمد لله، وحضرت ليا في كل شيء، الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار، ان مرة ربتني بصدق، خافت عليا بصدق، تعبات عليا بصدق. ثاني حاجه، ثالث حاجه اللي بغيت نقول، دوك الناس اللي تيجيو يدبروا على البنات في الواتساب او لا في الفيسبوك، راه ماشي اي بنت راه هي سهله باش تبع عليك انت في غريزتك، عندك مشاكل او مطحونين وبغيتو اي وحده تجي. حتى انا راه كنت من بنت ولاد الشعب، لكن تعبت عليها في المغرب وجيت لهنايا. اذا انا اللي تشوفوني انا استقرت و قراولي الامريكان او لا ما تنبغيش ندوي على الاكس شي حاجه، وعاونوني في الدراسه وعاونوني في المشروع ديالي او جزاهم الله خيرا. انا خصكم تعرفوا الاخوان، كاينين الناس رحموني هنايا، عطاوني رزقهمني، بغاو يموتوا قالوا لي انت اللي غتستاهليهم، انني خدمت بصدق. ما انا جيت لهاد البلاد جيت غير باش نخدم ونقرا داكشي اللي ناقصني في البلاد ديالي. بالفعل قريت اللي قديت عليه، ولكن كافحت انني حتى انا عندي امي كانت مريضه خصني نخدم عليها. اذا كمهم انا ملي جيت هنا ما كنتش عارفه، ولكن راه ربي ملي تيرزق الانسان راه ما تتعرفوش ملي تيجيكم شي حاجه وربي تيعطيها لكم. انسان تيتعبتي تعبتي تعبتي تعب وربي واحد ساعة بنيتك ترزقي كاشط. المهم رابع حاجة الخوت، انا تنعود لكم شي قصة من قصصي وقعت لي منين جيت تاني مرة لامريكا، حيت كنت مشيت وبقيت واحد مدة ورجعت ديك المدة باش ما انا الفيزا ديالي باش ما تمشيش ليا، حيت كانت عندي مدة ديال 10 سنين. دونك حيت انا جيت بطريقة على صحاب دبلومات ما بغاوش يلعبوا ليا بالاوراق ديالي، او لهما يوليو بالكونترول يبقاو يجيبوهم يتسالهم ان جات لعندكم. دونك اذا احتفظت على كل شيء حتى وجدوا ليا اللي غيحضر ليا الوراق. وجيت في ثاني مرة في الاول مرة كنت سكنت مع بنت فلسطينية والاصدقاء ديالي عارفينو، كنت مشيت لواشنطن فيرجينيا، كاع الامريكان اللي تنعرفهم كلهم ساروني تهلاو فيا. من بعد جيت لنيويورك عند البنت سكنت معاها، خوتها عندهم مشاريع هنايا، اذا سكنت معاها هي وبنتها، حتى هي مطلقه والله يخلف عليها، داروا معايا اللي في الضمير، وكانت تقول جدتي هي امانه في رقبتنا. داك الساعه جدتي انا كاع ما وافقت لياش نخرج من
من تحت يديها، يعني بغاتني قالت لي يا ربي عطاك خديمه في المغرب، جلسي غير في المغرب، جلسي حدانا، تزوجي حدانا، عيشي غير حدانا، اجدك تغربي علينا، يعني ما كانتش عندها، ما بغاتش هي كاع داك الفكره ديال تخرجي. على كل حال انا بغيتكم تسمعوني من الاول حتى الاخر، شي حوايج تنهضر فيهم سيريو. انا ثاني مره جيت لهاد الامريكا، يعني باقي ما كملتش حتى 15 يوم ثاني مره، يعني ما نقدرش نقول لكم وصبتني العين او تبعوني بالتابعه، انا باقي ما حط يلا غادي نحط رجليا في الطياره، الناس حلوا شرجمهم في داك الامارات، عرفوني غادي نجي لامريكا. الله ينجينا ويجيكم. كيف وصلت لهنا اسبوع لقيت واحد الخدمه حدا دار الاب ديالي والام ديالي الامريكيين، اللي هما قالوا كاجي عندنا حنايا، عندنا البلاصه ليك لهنايا، البيت ديالك كلشي، واوميم طون حنا غادي نشوفو معاك تخدمي شي خدمه قريبه. اما المهم كاين بزاف الحوايج فين تخدمي على وتمشي تقراي في المدرسه ديال الحي تماك. على كل حال هذه ثاني مره انا دغيا مع كنت نهضر بالانجلي، اذا مشيت دغيا دبرت على خديمه حيت عرفت كنت هنا، ومشيت دغيا عرفت كيفاش نقلب دور باي دور، نقلب على الخدمه. انا شويه زعيمه في هذا الشيء، نقلب على الخدمات، مثلا حشمت واش بغيتو يو نيد هيلب ام لوكينغ فور جوب، وعندهم هيلب وانتد، يعني عندهم ساينه، عندهم تيقلبوا على المساعده، وهذيك الخدمه اللي انا خدمت معها مع البنت الفلسطينيه عند خوتها، وداكشي عندهم لي غاز ستيشن، عندهم غاز ستيشن، وعندهم بريكفاست يعني بحال بايغو ستور ديلي، المهم عندهم هادشي كامل بحال هكا. اذا انا خدمت مع واحد السيد يهودي امريكي قبلني، ما كاين حتى مشكل. اتاليك انا واحد الاسبوع تنمشي تنقطع شنطي، هاد الدار ديال البابا وماما اللي نتوما شتو عائلتها، مشيت عند المكسيك. انا ترك انا غدا واحد جا خبطني بالطوموبيل في الربعة ديال العشية في جون 6 جون. دونك القيلة والربعة العشية تنسدو حنا البايغو، 3:30 تنسدو، 4 تنطرقو، دونك النهار والليل قال البوليس انا ما شفتهاش. مع انايا هكا قصيوره وكانت لابسه الشورت وسبادغي وداكشي، هو منين درنا منين داروا عليه البحوثات لقاو عنده السيد تايسوق بحال المانياك بحال المجنون، هو اصلا يعني حطني كوما. دونك كنت كوما 4 ايام، الناس 4 ايام كنت كوما، عندي هنا في رجليا هنايا حاشاكم عندي 16 غرزة هنايا، باقين عندي الحديد وهكاك وتنجري عليها، برات لي رجل ديالي وكلشي، لكن ما قديتش نحيد الحديد، ولكن ما تنعقلش على لاكسيدون. كنت مشيت ورجعت، مشيت ورجعت، وجدتي حلمتها كيف انا وقعت لي هذيك حلمات قفزات مسكينه الله يرحمها. المهم كنت ما قديتش نكمل انني امري، انا منين فقت لقيت الحاله ديالي قالوا لي يمكن غادي نديروا لك عمليه على راسك، ان الدم تفقد ليا، ولكن حبس الدم ورجعوا قالوا لي ما غاديش نديروا لك العمليه في الراس. اذا العمليه ما داروهاش ليا، ولكن وقعت لي انفراكشنز والدم حبس من الراس الحمد لله، ولكن الميموار ديالي باش تشوفوني بعض المرات تتنرجع نفكر اشنو. الحمد لله بالنسبه لي انا خدمت على الميموار ديالي، الميموار ديالي بحال اللي تمسح، بقى لي غير داك الاخر شكون اللي عيطت عليه في التليفون، شكون اللي معايا دائما هو اللي بقى في الذهن ديالي. اذا بقيت تنكبري داكشي، تنرجع داكشي، عشت في الواقع ديالي، قويت قلبي بزاف، لقيت راسي عندي 16 غرزة هذيك، باش غادي من بعد غادي يجيني السكر، يعني لقيت عندي الهرس هنا، انفراكشنز في الظهر ديالي، تقسيحات في الظهر ديالي، والحمد لله الحمد لله اي هيلين بقدرة ربي سبحانه.
سبحانه وتعالى. وهذه القصة راه واقعية، كيفاش جاوك الفلوسية عوضوا ليا، لكن حياتي كانت غادي تضيع بهذيك الاكسيدون 1 2 3، ولكن ربي بغاني باقي نعيش ون يعني نستقر في حياتي ون يعني ونتزوج من بعد، والمهم غادي يوقع لي هذا الشيء، غادي نشوف، غادي نولي مراه اقوى من داك الشيء اللي كنت قويه، غادي نامن بالله اكثر انا كنت لقيت قدامي غير الله والوالدين اللي هما اللي تنحسبهم بحال والديا هنايا، والناس اللي حواليا داك الساعه اللي قرابين ليا، يعني هذا الشيء اللي لقيت قدامي. ولقيت والديا في المريض تيبكي وما لاقين ما عارفينش هما تيقولوا لي غير رجعي غير رجعي، هما ما همهم حتى شي حاجه غير نرجع وصافي، يعني ما همهم حتى شي حاجه، ما عندك ما ديري بهذا. دونك من بعد من واحد الشهور من شهور يعني تعوضت لي النفسيه ديالي وبديت نتمشى، من بعد من حيت الغراز وداك الثيرابي وداك وليت نمشي عند الثيرابي ديال الراس، هذاك الشيء باش من بعض المرات وليت 1 2 3 تنقدر ولا عندي الانكزايتي بجد ولا عندي القلق بجد، وعندي نقدر الى ما فهمش شي حد نقدر نتعصب بسرعه اولا نقدر نصبر، وتبدلت ليا واحد شويه النفس ديالي. من بعد شويه عاوتاني تهدنت، انا حاولت نعالج نفسي ونساعد نفسي يعني نتعايش مع الواقع ديالي. اذا هذا اللي بغيت نقول لكم الحلقه الجايه، نقول لكم كيفاش انا استثمرت بالفلوس ديالي باش واحد يجي. انا كان واحد انسان واحد اللي تعاطفت معاه كانساني، وكنت بغيت ندير معاه شي خطوات ولكن ما قديتش. ان عرفت عنده حالات ان تعذب 40 سنة وهو ولد بلادي، وقلت انا هذا الانسان كعجبني بالثقافة مثقف مشبع بثقافة، لكن ما نساوش مورا هذاك الثقافة راه كاين خلل، عنده مشاكل، عنده مشاكل، وداك المشاكل حتى ماتو ما يقدرش يعرف يتعامل مع النساء. دونك انا ما قدرتش نغامر، داكشي علاش انا من بعد ما عرفتش يقدر يعذبني يقدر دونك انا دائما تندير خطوات لقدام قبل ما ندير شي حاجه في راسي الاولى. دونك قبل ما الانسان يفكر يتزوج يقدر يدير يدرس هذاك الانسان اللي غادي يتعايش معاه ويعرف مهما السن. بالنسبه ليا مناسبني، اكبر مني، مثقف، على عيني وراسي، انني دائما انا تنطلب شي حاجه انسان يكون مثقف، ولكن هذا بان ليا انسان هو مثقف راه ما الناس في المغرب مساكن مطحونين، دايز عليهم مشاكل بزاف. الثقافه راه هي ماشي انسان مشبع بزاف الحوايج، انسان خاص يكون كامل باش نقدر الانسان. دونك الحلقه الجايه ان شاء الله الا تقبلتوا هذا الفيديو وباركوا ليا ان شاء الله، غادي نقول لكم كيفاش من هذاك لاكسيدون وشكون اللي ورثني، ومن بعد الفلوس ديال لاكسيدون اشنو استثمرت فيها حتى انايا. اذا تحياتي للجميع، قولوا لي مبروك، ايوا كي جيتكم مع القفطان المغربي، وان شاء الله يكون خير، يعني الراجل المناسب في الوقت المناسب. ثانك يو او اي لاف يو او.